اليوم سعداء جدا واحنا نستقبل معالي وزير الموارد المائية والأخ الوكيل والوفد المرافق إلى في ديوان محافظة نينوى. وزارة الموارد المائية حقيقة يعني عليها عبء كبير جدا، خاصة واحنا نواجه يعني شحة مائية غير مسبوقة، وتقوم بجهود كبيرة، ونفتخر احنا ايضا كمحافظة مع وزارة الموارد المائية انه سد الموصل والاخ الاستاذ رياض قدر رغم هذه الشحة انه يستمر السد بتوفير الحد الادنى على الاقل من المياه لاهلنا في بقية المحافظات. تعاون موجود بيناتنا الاخوان بالموارد المائية اللي موجودين بالمحافظة، يعني حقيقة ناس قائمين بواجباتهم والتنسيق مستمر سواء معاهم او مع الوزير والاخوان الوكلاء، يعني احنا قريبين دائما من بعضنا. الهدف من هذه الزيارة مثل ما تفضل السيد المحافظ مهم جدا في فترة قاسية يمر بها العراق حاليا، فترة شحة وخزين محدود، لأنه مثل ما تفضل السيد المحافظ سد الموصل يعتبر من أهم السدود الحيوية اللي تأثر على إدارة الموارد المائية في عموم العراق. من سد الموصل حاليا يوصل إلى البصرة، يعني هذا الموضوع، هاي الرحلة من المياه تحتاج لها إدارة، تحتاج لها متابعة، تحتاج لها جدية. سلامة السد بجهود كبيرة من الإخوان، وذكر السيد المحافظ الأستاذ رياض وفريقه في السد والأستاذ علي مدير عام السدود أيضا معنا، بذلوا جهود كبير وتبذل جهود مستمرة على مدى الساعة لأن يكون السد سليم وآمن. كانوا يقلقوننا من سد الموصل، حاليا السد حالته مطمئنة جدا ووضع مستقر، وإن شاء الله يتطور بعد أحسن. حقيقة إحنا الزيارة كانت عندي بعض الأهداف فيها أنه نطلع على بعض الأمور الحيوية. عندنا اليوم افتتاح لمحطة السلامية، مشروع السلامية، هاي بعد إعادة تأهيلها، هذا مشروع صغير لكن حيوي. عندنا نية أيضا تحدثنا عن موضوع توسعة المشروع، استخدام التقنيات الحديثة. هسه التوجه موجود باتجاه ترشيد الموارد المائية، استخدام شبكات الري بالرش، هذا صار نهج مو رغبة. إضافة إلى عندنا زيارة إلى محطة الضخ مشروع الجزيرة الشمالي، هذا الموضوع الواقع للأسف الشديد، هاي لأكثر من موسم الجزيرة الشمالي ما قاعد يحصل مياه من البحيرة لأن منسوب البحيرة واطى. عندنا تفكير لكيفية معالجة هاي الحالة. الموضوع الآخر راح نكون في سد الموصل، عندنا نقاش أيضا حول زيادة أمان السد، أكو أفكار جديدة، أكو آراء جديدة، احتياجات السد من المواد احتياطية، من المكان الإضافية، كل هاي راح تكون ندرسها في هذا الموضوع. احنا الحقيقة المياه الجوفية أصبحت مهمة جدا وخاصة في الموصل، كثير من المناطق الحقيقة لا نستطيع تأمين حتى مياه الشرب إلا بحفر الآبار المائية. وعندنا حاليا مشروع ماء في سنجار، حاليا هناك اهتمام كبير وجدا من دولة رئيس الوزراء، لأن يعني الملف المياه حاليا بيده، احنا نوصل للمعلومة وهو يقود هذا الملف، وهذا المرحلة اللي وصلنا لها مرحلة متطورة، وبصدد احنا ان يكون تشكيل المجلس الأعلى للمياه تم مناقشته في اللجنة الوطنية العليا للمياه قبل أيام، وإن شاء الله هذا إذا شرع راح يكون المياه مياه أساسية لها الأسبقية الأولى في الدولة لأن ترتبط بحياة الناس.